جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بعض وسائل الإعلام تنفر من الزواج بالأقارب ويستدلون بأدلة منها أن أكثر المعاقين، بل إنهم يقولون إن 80% من المعاقين كلهم من زواج الأقارب. ولا أدري ما وراء ذلك شيخ صالح، لعل لكم من توجيه يحفظكم الله. هذا زعم باطل، ولا مانع من زواج الأقارب. الناس في هذا بين طرفي نقيض، منهم كما مر من يجبر على الزواج من الأقارب، ومنهم من ينفر من الزواج من الأقارب. والحق والاعتدال أنه إذا كان كل من الزوجين صالحا للآخر في دينه وفي أخلاقه وعشرته، فإن الزواج حينئذ يكون موفقا إن شاء الله، دون نظر إلى أنها من الأقارب أو من غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضين دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في اختيار الزوج. في اختيار الزوجة يقول صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الوليد، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أظفر بذات الدين تربت يداك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما ذكروه عن الإعاقة شيخ صالح؟ وزواج الأقارب نعم شيء معروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول متزوج ببعض قريباته من قومه وعشيرته عليه الصلاة والسلام، وكذلك زوج ابنته لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، عن علي وعن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجها لابن عمه. والصحابة رضي الله عنهم يتزوجون من قريباتهم، فلو كان هذا الأمر فيه محظور شرعي لتجنبوه، الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هؤلاء قريباته عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. وما ذكروه عن الإعاقة شيخ صالح؟ هذا لا أصل له. ما ذكروه عن الإعاقة لا أصل له، والمؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الأمر وهو الخالق سبحانه وتعالى، ويعتمد المسلم على رب